مباراة اليوم من أجل التأهل للدوري. السعادة للجماهير وإعادة للجماهير وإعادة. هذه كرة تتلعب على طول أمامية عالية في اتجاه اللاعب جيمس، وبالتأكيد كل أهالي وادي الكرة الأمامية من محمود محروس بيلعبها حلوة للاعب جيمس، ومحاولة من جيمس. محمد رمضان بيلعب الكرة الأمامية في اتجاه اللاعب جيمس، ولكن على طول مقطوعة وبيرجع ويجيبها لاعب قوي البنية. انطلاقة لميدو اللي بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لحظات المهمة جدا لصالح فريق ديروت. وادي جيمس وسط الملعب جيمس إدبيور، وسط الملعب جيمس إدبيور لمحمد أحمد، جيمس إدبيور أمامية لجيمس، إدبيور بيلم على صدره. عرضية تتلعب على طول وتوصل مرة تانية للاعب سيوتي، ومقطوعة مرة تانية توصل للاعب النيجيري، ومحاولة للتصويب بالقدم اليسرى. خالد الكومي بيلعب الكرة الأمامية في اتجاه اللاعب جيمس. ادي جيمس على طول بيفتح الملعب ناحية اليمين، واستلام بشكل جيد سيوتي، ولكن مقطوعة. احمد علي مدير كرة، عماد سمير مدير فني، ياسين عبد العال مدرب عام، محمد محمود مدرب عام، محمد حسني مدرب مساعد.